الحقيقة أنه السيد رئيس الجمهورية منذ 6 أشهر أو 8 أشهر أصبحت عنده مواقف غريبة وتصريحات غريبة غير مفهومة. معناها يبدو أنه المستشارين اللي حول رئيس الجمهورية إما قاعدين يغلطوا فيه أو هما مش أكفاء، مش فاهمين السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية. يعني نجاح رئيس الجمهورية دائما مشروط بحسن اختيار المستشارين، لأنه رئيس ما يمكنش يكون خبير في كل شيء وما ينجمش معناه يعرف كل شيء، هو يستند إلى الخبراء اللي معاه في القصر والمستشارين اللي معاه في القصر. وقت اللي نلقاه بعض المستشارين هما ما عندهم حتى خبرة لا في تسيير الدولة ولا في الشؤون الوطنية ولا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في أي شيء. فأعتقد أنه هذا أصبح مدخلا لارتكاب الكثير من الأخطاء والتصريحات التي معناها تعمق الأزمة عوض أن تحل الأزمة. السيد رئيس الجمهورية ليس مخولا له أن يؤول الدستور كما يشاء. إذا كان نعم إذا نسمح لرئيس الجمهورية باش يؤول الدستور كما يشاء، يعني وقت رجعنا للاستبداد، يعني رجعنا للحكم المفرد، يولي الرئيس الجمهورية يعمل إيش يحب ويقول لك هذاك هو الدستور. لا يا سيدي، الدستور راهو ملك للتوانسة الكل، وعندنا مؤسسات في الدولة تخدم، مش رئيس الجمهورية تخدم وحدها، وعندنا محكمة دستورية يلزم هي اللي تفض الصراعات والخلافات حول الدستور. هي طبيعي باش تكون ثم تأويلات أو خلافات في تأويل الدستور، حاجة عادية. شكون يفض هذه الخلافات؟ هي المحكمة الدستورية. ما يمكن ملاحظته أنه الصراع بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي خرج مما يسمى الحرب الباردة في بداية الدورة البرلمانية الحالية، حيث كان الصراع خفي، يعني وكان الخطاب السياسي بين الرئيسين فيه الكثير من المؤشرات الدبلوماسية واللغة الخشبية. لكن حاليا خرج من مرحلة الحرب الباردة إلى المواجهة المباشرة بين الشخصين، وهذا ما يؤشر عليه يعني بيان حركة النهضة الأخير، وهو بيان تصعيدي تجاه رئيس الجمهورية. أيضا خطابات رئيس الجمهورية التي يعني بها أو يعني في جزء منها رئيس البرلمان وتحدث عنه بشكل ضمني. تقديري الخاص أنه الصراع بين الرجلين أو بين الرئيسين وصل إلى نقطة لا عودة، لا يمكن الحديث خاصة حاليا عن مصالحة وتغيير المزاج السياسي بين الرئيسين. تقدير الخاص أنه وصلنا إلى مرحلة كسر العظام بين الشخصين ولي الذراع بين الشخصين، وما يمكن وما يتم الحديث عنه حول الأطر القانونية الدستورية للخلاف بين الرئيسين لا أساس له من الصحة، لأنه الصراع القائم بين الشخصين هو صراع سياسي وصراع نفوذ قبل كل شيء. تقدير الخاص أنه في غياب حكماء أو أشخاص قادرين على يعني جمع الرئيسين والشخصين على طاولة نقاش واحدة يتم فيها فض كل الإشكالات بينهما، وفي غياب المحكمة الدستورية التي تحدد صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، لا يمكن الحديث حاليا عن مصالحة، وأعتقد أنه الخلاف بينهما وصل إلى نقطة اللا عودة. تصريحات السيد رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد جاءت في إطار تأويله للدستور باعتباره في غياب المحكمة الدستورية طبعا يكون رئيس الجمهورية هو الذي له الصلاحية في تأويل النص الدستوري، وبالتالي جاءت تصريحاته وتأويل النص القانوني في إطار أن القوات المسلحة التي جاءت بصفة عامة قد تحمل في مضامينها ليس فقط القوات المسلحة العسكرية وإنما حتى الأمنية، وطبعا خلاف هذا للنص النص القانوني في قانون في الدستور 59 التي جاءت يعني صريحة، وكان النص يفصل بين القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية. طبعا التأويل للنص هناك قراءات عديدة، هناك بعض كذلك الباحثين وأساتذة القانون الدستوري من أول وعكس ما صرح به سيد رئيس الجمهورية اللي هو كذلك أستاذ في القانون الدستوري، وتبقى هذه تأويلات وهذه قراءات ولا تحمل أي ردة فعل كما يدعون هناك انقلاب. بالعكس، رئيس الجمهورية هو من الناس الضامنة للمسار الديمقراطي الذي مؤمن بروح الثورة، مؤمن بالديمقراطية التونسية، ولكن له رسائل سياسية يريد إبلاغها إلى من يريد فك الصلاحيات.
السيد هذا موجود في تونس.